الآن عندما تدخل مثلا إلى الحمام وجاء على ثوبك بول، شيء من البول، إيش تصنع؟ يجي par exemple là on a trait la toilette hein. Les urines tombent l'eau laisse. Qui vous fait? سهل جدا. Facile. تأخذ هذا المكان. Au coin des mises à l'aise, ça bout de côté dans salle. اللي جاء على النجاسة. Ça qui a تصب الماء وتعصر ويكفي هذا وتخرج تصلي لا اشكال. اذا جاء على ثوبك نجاسة تاخذ الثوب هكذا ترش على الماء وتعصر وهذا يكفي. نعم. عندنا سائل يخرج من الذكر يسمى المذي، ليس له لون مثل الماء، يخرج عند التفكير أو عند التقبيل. ناقض للوضوء إذا خرج. إذا خرج تغسل الذكر والبيضتين الخصبتين، لأن إذا غسلت هذا ينقطع بإذن الله. نعم. وإذا جاء على الثوب ترش على الماء رش يكفي. يطهر.